قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تظنوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة المؤمنون، من الحفل القرآني المقام المخول له بإذن الله تعالى، ومن موجات أولاد الحاج فتح سويرة في شوشاي، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير من تستغلي به في اللحظات الطيبة فهو القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة التي يتلوها علينا قارئ مريض مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ، قارئ القرآن الكريم والمقيم بالقاهرة. نسأل الله عز وجل له بالتجلي والتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm not.
زينة وأموالا في الحياة يا ربنا ليضل عسيرك ربنا اطمس على وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.
وجعلوا يوتكم
فأتبعوا فرعون وجنوده بغيا وجاء يا يوم نلقى
كثيرا من الناس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاء
لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية إن ولو جاء آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه
ويجعل الرجس على الذين
قل انظروا ماذا في السماوات قل انظروا فهل ينتظرون إلا أيام الذين خلوا من قبل قل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين قل فانتظروا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ثم كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل فانتظروا إني كذلك حقا علينا
كذلك حقاً علينا حقاً علينا كذلك حققنا علينا كذلك حققنا علينا حقنا علينا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من ولا أعبد الله الذي يتوفى وأمرت أن أكون من فلا أعبد الذين تعبدون من ولكن أعبد
أعبد الله ولا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك وإن يريد
خير فلا يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استمعتم أيها المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ مريد مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ قارئ القرآن الكريم والمقيم بالقاهرة. كان معكم التوفيق من عند الله الهندسة الصوتية لنار الكهربائية علي عميسة تطلب وتوجد من مخازن الحاجي فتحي سويلة بشوشاي بالاشتراك مع المعرض البدري بالفراشة الكبرى تطلب وتوجد من مخازن الحاجي شحات البري بمركز مدينة اشنون. والتلاوة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ حسان الشاذلي قارئ القرآن الكريم والمقيم بقرية سراوة مركز مدينة اشنون محافظة المنوفية. يا سيد تقبل الله عزاك وشكر الله سعيكم جميعا.